الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. ومع منازل إياك نعبد وإياك نستعين كنا قد نزلنا عند منزلة البقاء، واليوم نقف مع منزلة ظنها الهروي رحمه الله تعالى من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة التلبيس. التلبيس، وهذه المنزلة تعتبر من أصعب منازل مدارج السالكين، وهي تحتاج إلى استيعاب وإلى فهم وإلى استحضار. الهروي أراد أن يستدل على منزلة التلبيس بقول الله جل وعلا: وللبسنا عليهم ما يلبسون. ابن القيم يقول: ليته لم يستشهد بهذه الآية، فإن الآية بعيدة عن مراده، ذلك لأن هذه الآيات نزلت في طلب المشركين من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل الله ملكا وأن يكون الرسل ملائكة، فكأنهم استكثروا أن يبعث الله بشرا رسولا، فرد القرآن على اقتراحهم الذي اقترحوه: لو أنزلنا ملكا لما استطعتم التفاهم والأخذ والرد معه، ولما قدرتم على محاورته ومجالسته، فإن هذا من جنس وخلق غير خلقكم. لذلك دائما يمن الله عز وجل أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم ليستطيع الناس التفاهم والجلوس معه وطرق الباب له والجهاد خلفه وهكذا. فالاقتراح قالوا: نريد ملك. الملك لا تتحملونه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يأتيه الملك بالوحي يتصبب عرقا في الليلة الشاتية. التعامل مع الملك ليس بأمر عادي، فكأن القرآن يرد على هؤلاء المشركين: لو أنزلنا ملكا لما استطعتم أن تتفاهموا معه ولما أدى ذلك إلى المقصود. وما هو المقصود؟ الاستيعاب والفهم والإدراك. والبشر لا يقدرون على مخاطبة الملك ومباشرته. والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى الخلق وأقوى البشر، كان إذا نزل عليه الملك كرب حتى يتصبب عرقا. طيب، ولو أنزلنا ملكا، يعني كان الله يقول لهم: ولو أنزلنا ملكا لأنزلناه في صورة آدمي، وعندها سيلتبس عليكم الأمر، أهذا ملك أم بشر؟ واضح. وأصلا لو حنزل لكم ملك لكن ما حد يتعامل معه، حنعمل لكم بشر عشان تتفاهموا معه، طيب ما يكون بشر من يومه. وهذه هي الإشارة المفهومة من الآية. أين هذا من منزلة التلبيس التي ظنها الهروي بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ يا أخوانا الكلام كده واضح المواضح. الآية استشهاد الهروي بها بعيد وغير موفق، بل يقول ابن القيم: إدخال منزلة التلبيس في مدارج السالكين شوه كتاب مدارج السالكين، لأنه كلام خطير فعلا. ولكن ابن القيم أفادنا أنه خالف الهروية، ولكنه خالف الهروية بأدب، زول مؤدب، قال ما كان يدخل المنزلة دي، والمنزلة دي شوهت الكتاب. لكن أزود: ما قاصد كده، قاصد كده وقاصد كده وقاصد كده. والله جاب كلام الله أعلم، لو قال الهروي: أنت كنت قاصد كده، يقول ذاته: لو ما أنا كنت قايل الكلام ده يبقى قدر ده.
يعني تسامى ومدحوا وأثنى عليه وخطأوا. وهذا نهج غير موجود عند كثير من الناس الذين هم في الساحة ولا سيما في الساحة الدعوية والإسلامية، لا يلتمس بعضهم لبعض عذرا ويخطئ بعضهم بعضا بدون أدب وبدون ورع وبجرأة، بعضهم جرأته جرأة زائدة، وذلك لقلة الأدب وقلة الخلق ولعدم الاحتكام إلى أخلاق السلف العالية. انظر إلى هذه الأخلاق. طيب، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني جبريل كان ينزل بين الصحابة ولكن ما كان ينزل على هيئته، كان يأتي في صورة رجل. اطلع علينا على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام الحديث. جبريل جاء في صورة شنو؟ في صورة بشر. طيب لو أنه جاء في صورة ملك لجرى الناس، ولو جاءوا في صورة رجل، طيب كل مرة يجيهم يقوم يتغالطوا، ده الملك ولا ده زول تاني؟ انت زول الملك؟ عشان كده قام ربنا رسل الرسل من وين؟ من انفسهم. اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم؟ المشكله شنو؟ كون يجيكم رسول وزيكم. فدرد. اذن استدلاله بعيد. يقول الهروي تعريف التلبيس. طيب، التلبيس هو التخليط والتعمية، ودي المشكلة. التلبيس عبادة عند الهروي، والتلبيس هو التخليط والتعمية، تخلط الأمور مع بعض وتعميها من الناس، ده اسمه شنو؟ التلبيس. بدليل الآية وللبسنا عليهم ما يلبسون لاختلط الأمر عليهم بين الملك وبين البشر، وللبسنا عليهم ما يلبسون. بالتالي فعلا لم يكن الهروي موفقا. قال ابن القيم حتى المعنى الذي قصده معنى مشوب، ولكن ابن القيم حاول أن يجعل لهذا المعنى أقدام يقف المعنى عليها ويمشي، يعني قوم الكلام بتاع الهروي ده عمل لك العلم ما فيه، لكن الكلام فعلا صعب. ماذا قال الهروي؟ قال التلبيس تورية بشاهد معار عن موجود قائم. قال ابن القيم يلزم من كلامه أمران: التورية الستر وإظهار شيء غير الحقيقة وإخفاء الحقيقة. مثلا جاء في الأثر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ورى بغيرها يعني شنو؟ أشار إلى غيره. مثلا يريد يفتح خيبر، يقول لهم كيف نجد هذه الأيام؟ كيف هواؤها؟ كيف الماء فيها؟ يظن الناس أنه يريد شنو؟ نجد، وتنصرف الأبصار إلى نجد، وهذا من الحنكة والخدعة في الحرب، ثم يتجه إلى خيبر فيفتحها. إلا في غزوة واحدة لم يوره، في تبوك جيش العسرة سنة 9، قالوا اسمعوا هوي أنا ماشي تبوك دي أكاتل الروم، كل الغزوات حتى فتح مكة ورى بغيرها، إلا تبوك لم يوره فيها. فالتورية إظهار شيء وإبطان الحقيقة تعمية، صح؟ كيف يكون التلبيس عبادة بهذا المعنى؟ ستر الموري الملبس، يعني الزول الموري بلبس على الناس وبرون الحقيقة، يوري لهم أن يظهر لهم شيء آخر، وستر ما ورى عنه الموضوع الدار تخفيه. طيب، ده يوريك أو يظهر لك معنى التورية الذي هو الخلط والتلبيس
أصلا التلبيس مأخوذ من شنو؟ من إبليس. التلبيس مأخوذ من شنو؟ إبليس. بإبليس أصل شغله كله شنو؟ لف دوران. عشان كده شنو؟ تلبيس. حتى يقول لك إبليس يجمل لك المورد. ده تعمل الموضوع حرام. يقول لك ما فيه حاجة. تقول لي يا أخي أنا ما قادر. يقول لك الناس دي كلها بتسوي. ما بديك عوجة. خش يا زول. بعد ما تخش يعقد لك الخروج. يقول لك الليلة حقك راح. الله بوديك النار. لما تجي تخش يقول لك ما في أي حاجة. تخش. لما بعد ما تخش تتقبل الموضوع يقول لك الليلة شيء شلتك. تمشي وين؟ بيعرفوك وبيكتشفوك وحيرفدوك. يدخلك في غمين. غم المعصية وغم عاقبتها بعد أن أوردك المعصية. قلت عشان كده ربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون. وده الدليل اللي رد به ابن القيم على الهروي. لكن في حاجة عجيبة طبعا يا إخواننا. تلبيس إبليس الشيطان بيلبس على الناس تلبيس خطير. بعض الناس الشيطان لا يستطيع أن يلبس. أول حاجة الشيطان بيلبس عليك من نقطة ضعفك. بيشوفك أنت ضعيف في شنو؟ في المال بيلبس لك في موضوع المال. في النساء يجيك في النساء. في الحماقة يجيك في الحماقة. النقطة تحت الضعف اللي عندك بيستغلها. كان ما قدر يرضى منك بأي شيء يبعدك عن الله. دي خطورة شنو؟ خطورة التلبيس. حتى قال لك إبليس مر على قوم يذكرون الله قاعدين في درس. عاملين درس في الدين. والدرس ده ما عجبه. وأراد أن يفضه. داري فرتق الدرس ده. ما قدر. فعمد إلى قوم بالقرب من هؤلاء الصالحين في مجلس سوء. ناس قاعدين يعملوا في باطل. يلعبوا قمار يشربوا خمرة قاعدين. فأثار بينهم مشكلة فاقتتلوا. فقام الصالحون من الدرس ليحجزوهم ولم يعودوا بعد ذلك. شوف قوامهم كيف قوامهم باللفة. قوامهم بشكل بيجاي. عاد ناس دين حيشتغلوا في الدين والناس بيشاكلوا حيقوموا صح. أحجزك أحجزك أقيف يا زول دقيقة ودي البوليس ودي مين. يا أخي نحن عندنا زول خش في الجامعة ده بينعال ووقف الجامعة ده على فتكرة كله الجامعة ده كله. أي زول بيكورك برا في الجامعة ده كل اثنين ينضموا براون. يا اخوانا يا اخي الموضوع سهل يا اخي. زوز هذا خلي امش امروا كلكم خلوا ما تجي عوده. ها دي دائره ابليس. شفت كيف ابليس اي زول ابليس ماخذ من ابليس بيدور الباطل ده من بعيد لبعيد. حسن الناس قاعدين يدوروا الباطل ده شويه. في كثرة ناس بدوروا الباطل الله أعلم. إبليس ذاته حيره قال لهم يا ناس هوي من راحة الشد ما قدر ده. قال إني أخاف الله. يا الله قال كده إني أخاف الله رب العالمين. جابوا لك كركتير. قال في رمضان إبليس ما بربطه. قال إبليس زعلان بربطه. جايبين واحد قال اسمه مدير فضائية. قال لا إبليس خليه ربطوك ما بتجيك عوجة والله نشتغل لك شغل بوراك نجيها بجيها جد. يعني ناس إبليس يربطون لكن ناس الفضائيات لا قاعد يربطون وبيشتغلوا شغل منه. بيشتغلوا شغل إبليس بالوكالة نيابة عن منه. وربنا قال أولئك حزب الشيطان. مسلمين وكفار ويهود وبني آدم ممكن يكونوا منضوين تحت حزب الشيطان عياذا بالله. طيب الهروي يقول الكلام بتاع التلبيس ده والله خطير لأنه فيه نقاش لطيف جدا بين الهروي وبين ابن القيم. يقول الهروي وهو اسم لثلاثة معان. تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفريقة وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحايين وتعليقه المعارف بالوسائط والقضايا بالحجج والأحكام بالعلل والانتقام بالجنايات
والمثوبة بالطاعات وأخفى الرضا والسخط اللذين يوجبان الفصل والوصل ويظهران الشقاوة والسعادة. أول كلمة قال ابن القيم شيخ الإسلام الهروي حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. يا أخي أدب يا أخي لكن أدب. قال وكان شيخ شوف الثناء عليه داير يرد عليه قبل ما يرد عليه عمل له شنو؟ ثبت له حقه واحترمه بعدك رد عليه قال شنو؟ قال وكان شيخ الإسلام التيمية يقول عن الهروي عمله خير من علمه، لأن الهروي مواقف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الباطل في الميدان قوية. لما كتب مدارج السالكين كان كتابا موفقا ولكنه خلطه ببعض الهنات، هو كتب منازل السائرين، فجاء ابن القيم ونقى منازل السائرين من الهنات في كتاب أسماه بي مدارج السالكين الذي نحن الآن نشرحه. طيب قال وصدق رحمه الله ابن تيمية فسيرة الهروي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله. شوف الكلام ده. قال وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يا السلام يا ابن القيم يا أخي والله علمتنا. قال لكن الهروي عالم لكنه أبى الله أن يكسو ثوب العصمة. شوف عبارات ذاته يا أخي، العصمة ثوب، أبى الله أن يكسو ثوب العصمة إلا للصادق المصدوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكلام ده خطير كيف يا إخواننا؟ أنا حصل عليه الكلام الهروي ده المقصود الظاهر، أنا كان قريته كده بفهمه كده. أنت عارف الهروي قال شنو؟ قال ربنا خلق الكون وخلق في الكون حاجات، الحاجات اللي الله خلق في الكون لبس بها على الناس. ابن القيم قال الكلام ده قبيح جدا، ده معنى كلامه يا اخواننا. كيف لما خلق الكون الناس يتعلقوا بالاشياء الكائنات ونسوا المكون؟ الهروي قال ربنا لما خلق الكون خلق الكون ليلبس على الناس. ابن القيم رده قال لي خلق الكون ليهدي الناس. الصحية كيف ابن القيم؟ قال لأنه الله بيقول لك عايم في الكون تعرفني أنا، أفلم يسيروا أفلم ينظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، بيقول لك عايم عشان تعرفني من أنه أنا خلقتها وتهتدي لي. الهروي بيقول لبس. ابن القيم قال ده كلام قبيح جدا والله ابن القيم ده، وبعد ده زول مؤدب معه. شوف قال ليش؟ قال أما تسمية فعل الله الذي هو كله حق وحكمة وصواب ورحمة وعدل وإحسان وأمره ودينه وشرعه كله خير وحق، تسمية ذلك تلبيس، فمعاذ الله. ونحن نقول مثل ابن القيم أي حاجة الله خلقه، مش إبليس ده الله خلقه؟ خلقه لحكمة، نعم ضل به أناس، ولكن لولا خلق إبليس لما تميز الصادق من الكاذب ولا البر من الفاجر. إبليس شر وخلق الله لإبليس حكمة، خلق الله عز وجل أشياء يراها الناس شرا ولكن فيها من الخير العميم ما فيها ما يرى ويدرك، وما لا يرى ولا يدرك أعظم. كيف؟ السميات، ربنا خلق الثعابين صح فيها سم، لو كان الثعبان سما محضا لقتل نفسه، كان قتل رقبته بالسم المحض، لكن السم الذي في الثعبان ليس بشر محض، فإن الثعبان يفعل أشياء يقول عنها علماء الأحياء التوازن شنو؟ البيئي، وجود مهم. وفي أشياء العلماء ما شافوا ذاته، كونه يطق زول ويلقى أجر، الزول برضو دي حكمة. والثعبان ده
في حاجات بتخوفه وبياكل حاجات ضارة كويس وهكذا. فبالتالي لا يوجد في خلق الله تلبيس. خلق الله الخلق بحكمة بالغة وبمشيئة قاهرة وبإرادة غالبة وبحكمة جليلة ندرك بعضها ويخفى علينا الكثير منها. ده الخلاف بين الهرم وابن القيم في النقطة دي. طيب شوف ابن القيم قال شنو. قال التلبيس الذي ذكره الهروي أنه من الله، قال إنما هو تلبيس على الهروي نفسه. التلبيس ما من اللبس والغموض، اللبس حصل لمنه؟ خلق الله ما فقه تلبيس. ربنا قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فعنده حكمة. يا سلام. فالتلبيس، شوف السرع بتاع الكلام، قال أولها تلبيس الحق بالكون على أهل التفريقة. الحق هنا هو الله سبحانه وتعالى، ربنا لبس على الناس. الكلام ده ابن القيم ما رضاه أصلا، وقال لو الهروي قال الآية وللبسنا عليهم إن ربنا لبس، قال ربنا ما لبس عليهم لأنه ما عمل، وأص ما عمل حتى لا يلبس عليهم، لكن قال لو جاريتكم في اقتراحكم للبس عليكم. هذا معنى الكلام. يا السلام. قال تلبيس الحق اللي هو المولى. الكون اسم يطلق لكل ما سوى الله، الكائنات والبشر والملائكة، أي حاجة الله كونه، كل شيء تكون، كل شيء مكون يسمى شنو؟ كون. أهل التفرقة هم الذين لم يصلوا إلى مقام الجمع. لكن شوف ابن القيم ده رفيع كيف، قال يا إخواننا أمكن الهروي ما قاصد كده، أمكن قاصد كده 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 ودافع عنه، لكن قال حتى لو قاصد المعنى ده ما كان في داعي. والله ابن القيم ده قوي، الهروي ذاته قوي، الهروي ذاته قوي، رجل من أهل الخير. لكن كما قال ابن القيم شنو لبس، شنو لبس عليه. طيب المعنى القصد شنو؟ قال خلق الله الكون. شوف التلبيس، تلبيس الحق سبحانه بالكون على التلبيس شنو؟ تعليقه الكوائن. ربنا ده اعتبره الهروي تلبيس، ابن القيم اعتبره حكمة. شوف الفرق بيناتهم. الهروي قال علق الله عز وجل كل شيء بسبب، مثلا لا إنجاب ولا ذرية إلا بزواج، لما كائنات ربط هذه الكائنات بأسباب وأماكن. يعني يقول لك مثلا تصلي لمكة تستقبل القبلة، الزوجة ولا تلبس، يعني نحن الله يربطنا بمكة ما يربطنا به مباشرة. لكن ربنا أراد أن يمتحن الناس في استقبال القبلة في طاعته هو وليس في التعلق بمكة. بمعنى شنو؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن قال وما جعلنا القبلة التي إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب وإن كانت لكبيرة. في ناس مؤمنين يقول لا امشي كذي، الله يقول لا امشي، يمشي محل ما الله قال لا امشي بدون ما يعاين المحل قال لا امشي، قال لي اضبح جنك، جابوا دار يضبحوا، ما قال ده دين شنو ده، ازول يضبح جناه المسكين لا ذنب ولا اي حاجه، ما في منطق وما في عقل في الموضوع ده. يا اخو في ناس يقول لي الذكر مثل حظ الانثيين، من العلمانيين المعترضين على الله، المعترضين على شرع الله، المخطئين لكلام الله. يقول لك بس يا اخواننا المساله دي كانت زمان، حسه شوفوا لنا الموضوع والزمن اتقدم. انت زول افهم اعلم من ربنا ولا شو انت؟ انت اعلم من ربنا؟ ربنا ما كان بيعلم انه الزمن حيتقدم وقال لي دي شريعه لاخر العمر؟ انت ده تدخل في شؤون ربنا؟
والله الاعتراض على الله ده انت عارف من اعظم اشكالات المناهج في العالم الاسلامي انها مناهج مرتبطه باليهود بالمناسبه، يعترضون على شرائع الله، فما في اعتراض. عشان كده قام قال ربطها بكوائن وباسباب واماكن واحايين، يقول لك انتظر شهر معين تصوم فيه، تنتظر شهر معين، ما تقول صفر ماله، ربيع ماله، شعبان ماله، ما في اي حاجه. الله قال لك رمضان، انتهى الكلام، ما في حاجه اسمها ماله. ربنا ربط رضاه باسباب واماكن واحايين. الهروي يعتبر ده تلبيس على الناس. ليه؟ قال لانهم تعلقوا بالاشياء وتركوا التعلق بالله، ومن هنا لبس عليهم. ده تحليل ابن القيم لكلام الهروي. والله ابن القيم نجيب، شو كان ده كيف؟ قال شنو؟ قال ربنا خلق الهوى، خلق الهوى وخلق النار، لكن ربنا خلق في الهوى خاصية وفي النار خاصية، وخلق الماء وخلق في الماء خاصية. خاصية الماء شنو؟ الري، الموية بتروي، النار بتروي، النار بتعمل شنو؟ بتحرق، والهوى بنستنشقه. قال الناس بدوا يهتموا بالنار وبالموية وبالأشياء دي ويتركوا التعلق بالله، كأنهم بدأوا التمس العذر. ذكر ابن القيم، ده ما كلام هروي، ابن القيم قال لعل الهروي يقصد من التلبيس أن الله لما خلق الكائنات وربط وعلق على الكائنات رضاه وجعلها أسباب موصلة إليه، تعلق بعض الناس بالأسباب وتركوا المسبب، وبالتالي وقعوا في التلبيس. ابن القيم قال له لكن التلبيس وقعوا فيه هم، الله ما وقعهم فيه، وده الفرق. صح صح ولا ما صح؟ التلبيس، الله قال لك النار بتحرق، انت كمان عبدت النار، الخلق الله الغلطان منه، انت غلطان. لو كان ده تلبيس، طيب ليه ما كل الناس عبدت النار؟ ليه في مؤمنين عبدوا الله؟ معناها التلبيس وقع عند من؟ عند الخلق. يا سلام، كأن ابن القيم التمس يقول الهروي حتى لا يحصل تلبيس يريد أن ننسب الأمور ونرجعها إلى الله. نقول شوف الكلام ده، الهروي قال ما نقول النار حرقت ولا الموية غرقت، نقول ربنا، ده كلامه. شوف الرد بتاع ابن القيم جاي يبع شوية، قال ربنا، شوف ده ما معنى كلامه، تعليقه الكوائن، الكائنات يعني، بأسباب وأماكن وأحايين واضحة، وتعليقه المعارف بوسائط، ما في معرفة إلا عبر وسيط. الهروي بيقول ده تلبيس، لأن الناس بعد بيمسكوا في الوسيط، الوسيط وين؟ علم الله نبيه بجبريل، وعلمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، بل علم الصحابة بالنبي، وعلم التابعين بالصحابة، وما زال العلماء شنو؟ يعلموننا. العلماء وسائط. الهروي يقول لا تتعلق بهذه الوسائط إلا كان تلبيسا، ووجود العلوم والمعارف بوسائط نوع تلبيس. ابن القيم قال لا، الوسائط تبدأ من السمع، وسيط. كثير من الناس بيتعلم بشنو؟ بالسمع. والنظر شنو؟ وسيط. الناس شنو؟ بيقروا وبيشوفوا، والعقل وسيط. طيب قال خلقها الله عز وجل وهو القادر على أن يعلمنا بغير وسائط، ولكنه علمنا. وكذلك قال شنو؟ ده كلام الهروي، ابن القيم بيشرح فيه وبيقربه يعني. قال والقضايا بالحجج، القضايا بالحجج المشاكل بين الناس، البينة على من ادحى واليمين على من، دي وسيط، بتجيب شاهد يشهد، ممكن تجيب الكذب، لكن في النهاية الشرع بياخذ بشنو؟ بالظاهر. الحجج دي برضو اعتبرها تلبيس،
والأحكام بالعلل. تعمل كده عشان كده، تسوي كده عشان تخش الجنة، تعمل كده بدخلك النار. دي قال شنو؟ تلبيس. الانتقام بالجنايات، اللي بيذنب بيتعذب، قال ده تلبيس. بيقول الناس يخافوا من الانتقام والعذاب ولا يخافون من الله، وحصل تلبيس هنا. والمثوبة بالطاعة، الله بيدي منه بيثيب منه الطائع المجتهد في الطاعة، قال ده تلبيس. انت عارف خطورة هذا المسلك؟ انه يفضي الى اسقاط الشرائع كلها. عشان كده ابن القيم رد عليه رد شديد، لكن قال شوف ابن القيم في النهاية كيف. يا سلام يا اخي، ابن القيم قال جاب كلام الهروي ذاته ما قاله، عارف قال شنو؟ قال مراد الهروي طي طي، تعرفوا الطي؟ يوم نطوي السماء كطي السجل كتب. قال يريد الهروي، مراد الهروي طي الوسائط والأسباب في بساط المشيئة الأزلية. الله يا أخي كلام جميل. قال أي وسيط وأي سبب تطويه من حياتك، لما تتذكر إن الله قبل ما يخلق الأسباب كتب أي حاجة، وكتب هذه الأشياء وكتبها بأسباب، فالأسباب ليست مؤثرة ولا فاعلة. ده مراد الهروي. قام ابن القيم رتح له، قال له شنو؟ شوف كلام الجميل ده، قال له قدر الله المقادير إلى مواقيت. قدر الله شنو؟ المقادير إلى شنو؟ إلى مواقيت. أي قدر الله كتبه، ربنا قال لكل أجل كتاب. لأجل مثلا انت حتموت 200، الشيء ده مكتوب. اذا ربنا ربط موتك بوقت، بحين الوقت ده حيجي حتما، كويس. فاذا جاء اجلهم فلا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. قدر المقادير الى مواقيت، وكتب الاثار والاعمال والشقاء والسعادة، كويس. وهذا صحيح أن الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، لكن وده أفرد له ابن القيم فصل كامل، الأسباب تعطيلها تعطيل للدين. تعطيل الأسباب تعطيل لشنو؟ للدين. لو زول قال أنا ما أشتغل، ما أتحرك، ما أعمل أي حاجة، ما أزوج، بس أربط كده، وأي حاجة الله كاتب لي بالديني، لكن الله كتب لك بشنو؟ بأسباب، مع قدرته أن يعطيك بغير أسباب. تخش المدرسة تفك الخط تتعلم، لو ما خشيت المدرسة حفظ شنو؟ أمي ادوك الكتاب ما حتعرف شنو تقراه، لكن ربنا ممكن يعلمك القراية والكتابة بلا مدرسة، وممكن يعلمك العلوم بلا كتابة وقراءة، لكنه لحكمة يعلمها هو وليس تلبيسا، لحكمة يعلمها نصب شنو؟ الأسباب. يا السلام، قال شنو؟ قال إخواننا الكلام ده كلام يعني كثير. ابن القيم بيعترف للهروي بحاجة، منع التسلسل. منع شنو؟ منع التسلسل يعني شنو؟ يعني مثلا لو قعدت تمسك في الأسباب تقول لك أنت أن أوجدك شنو؟ تقول أوجدني أبوي، أبوي السبب، سبب مش هو الأوجدك، أبوي شنو؟ سبب في أنه أوجدني. حتقوم تقول طيب أبوك ذاته الأوجد منه؟ حتقول له ابنه أبوه، وأبو أبوك ذاته الأوجد منه سبب، تقول لي السبب في منه جده، لحد ما تسلسل تقول آدم، آدم ده الأوجد منه، أوجد الله. إذن ربنا خلق الأسباب، أسباب مجردة، دي بيتفق فيها ابن القيم مع الهروي، ولكن ليس هذا مدعاة لإسقاط الأسباب أو تسميتها تلبيس.
يا السلام. أديك مثال من السنة. جاء أعرابي جرب بعيره، بعيره بقى أجرب، بعد العرب بيخافوا شديد من العدوى، الرسول الله دائم يقوي إيمان بالله، العدوى فيه، ما قال فر من المجذوم، فرارك من شنو؟ من الأسد. ولا يورد ممرض على شنو؟ على مصح، يعني ما تدخل زول عيان على زول نصيح عشان ما يعدو. لكن لما شعر انه في ضعف في التوكل عند العرب قام داري قوي توكله، قال لي يا اخي العدوى وما العدوى؟ قام قال له لا عدوى، مش ما في عدوى، ما في عدوى مؤثرة بنفسها، ولكن الله يعدي يمرض بالعدوى وهي سبب من الأسباب، ومن باب الأخذ بالأسباب تتخذ الحيطة. ده الجمع بين حديث لا عدوى تنافي التوكل، وبين حديث فر من شنو؟ من المجذوم. قال الأعرابي قال ليخ ما في عدوى، العربي قال لي يا أخي ما في عدوى كيف؟ أنا بعيدي هسه دي عدوى. قال له من الذي أعداه؟ قال له بعير بتاع جاري، بعير جار ذاته جاب لي عدوى منه. قال له بكون جابه من منطقة تانية. قال لي فمن الذي أعدى الأول؟ أول بعير. قال لي الله. قال لي إذا ما في عدوى شنو من ربنا؟ كان هذا على سبيل تقوية شنو؟ الإيمان والتوكل عند ضعيف الإيمان. يخلنا الكلام ده فاهمينه وكويس. طيب الهرمي قال وأخفى الرضا والسخط اللذين هما موضع الوصل والفصل. صحيح، يعني أنه سبحانه أخفى عن عباده ما سبق لهم عنده من سخطه. يعني أنت الله كان ساخط عليك ما بوريك صح، وكان رضين عليك شنو ما بوريك، لكن السخط يوجب البعد من الله، الفصل، والرضا من الله يوجب شنو؟ الوصل اللي هو الصلة به سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. طيب كأنه يريد يقول شوف الكلام بتاع الهروي، ما في سبب من الطاعة ولا الأماكن ولا الأوقات لرضا الله، إنما رضاه بغير علة وسبب وسخطه بغير علة وسبب. أركان ده صحيح ولا خطأ؟ ها؟ خطأ. ليه؟ يا أخي ربنا بدخل النار لأنه عملوا حاجات بدخل النار، وبدخل الجنة لأنه عملوا حاجات بدخل. طيب لو في زول عمل عمل أهل النار وما عمل عمل أهل الجنة، ربنا بيرضى عليه؟ ما بيرضى عليه، زول مجرم ويموت كده مجرم، الظاهر لنا أنه مجرم. طيب ابن القيم قال بالغ الشيخ في جعل الرضا والسخط يظهران السعادة والشقاوة، ولم يجعل الرضا والسخط مؤثرين فيهما. طيب يقول ابن القيم كلام الهروي لو حملناه على أحسن المحامل كان دالا على توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى، لأن الهروي لو احتملنا كلامه، ما شوف يا أخوان، الهروي قال ربنا خلق وسائط، خلق ذا الوسائط تلبيس على الناس. ابن القيم اعترض قال ده ما تلبيس، ده امتحان وشنو واختبار، يعني ربنا خلق نساء، النساء فتنة؟ قام جاب شريعة قال يتزوجوا، كان في زول تاني مش يفتتن بمرأة ما متزوجة، المشكلة مشكلة منه. تقول كيف يكون في نسوان؟ لو ما في نسوان انت ذاتك ما بتجي هنا في الدنيا دي، ما انت ذاتك مرة، لكن بحلال. فبالتالي ده كلام منه، كلام الهروي. ودرد ابن القيم، ابن القيم قام جاب قال لعل الهروي يريد يا السلام انه ربنا خلق اسباب ووسائط، وعلى الناس الا يتعلقوا بالوسائط والاسباب حتى لا يقعوا في التلبيس. عليك الله فرق ولا فرق؟ يعني ابن القيم بيعترض كيف يلبس الله يا أخي، قال هذا اللفظ قبيح جدا في أن ينسب إلى الله. الناس اللي مع الهروي قالوا يا أخي ربنا ما قال يهدي من يشاء ويضل من، ده من باب الإضلال. ابن القيم قال له لكن ربنا نسب الإضلال إلى نفسه وأبانه، لم يضل أحد إلى النار،
لكنه لم يوفقه ولم يهده، ولكن ما قال أنا لبسته، يعني خلق نار. ده كلام من قيمنا، نار بتحرك. تقول لي النار ما بتحرك وموية بتغرق؟ تقول لي الموية ما بتغرق؟ ابن القيم قال هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن الله خلق النار وخلق في النار خاصية الإحراق. لو أردت أن تحرق شيء بالماء ما أحرقته، إلا أن يكون ماء شنو؟ معرض لشنو؟ لنار. طيب، والله عز وجل لأنه خلق خاصية الإحراق في النار فإنه جل وعلا امتن على عباده بذلك ويكون التلبيس. قال أفرأيتم النار التي تورون، تولعوا يعني، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ لأن النار فيها منافع كثيرة جدا، ما بيحرقوا بها بس موت وكده، لا، ممكن يكون فيها فوائد ومنافع. قال شوف الفوائد والمنافع دي بعضها، قال أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، تذكرة للنار هناك. الزول اللي بيشوف النار اللي هنا بخاف من حقة هناك طوالي. ومتاعا للمقوين للمسافرين. أكثر ناس بيحتاجوا للنار منه ناس الخلا. ما تقول لي الأنبوبة كملت، الأنبوبة كملت هنا ده في الخرطوم، الخلا ذاك ما في أنبوبة، حطب بلمو وشنو في البرد ده، يجيب النار اللي جنبه كويس ينجط بيها ويجيب لك النار من ما في. يبقى ابن القيم يقول شنو؟ يقول كلام الهروي إنما يدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد أفعال الله. كأن الهروي يقول لا تنسبوا الأمور إلى الأسباب، إنما قل وفقني ربي، أعانني ربي، كل شيء بيد من، حتى لا تنقطع بالأسباب. ابن القيم قال إلى هنا كلامه مقبول، لحد هنا كلامه شنو؟ لو كان قاصد كده قال كلامه مقبول. قال ولكن المهم، شوف الكلام بتاع ابن القيم، السعادة والشقاء والرضا والسخط، قال إنما يرجع إلى القيام بالشرائع كلها بتفاصيلها وحقوقها، وهذا توحيد العبادة والإلهية، وهو الذي لا سعادة للنفوس إلا به علما وعملا وحالا، هو أن يكون الله أحب إليك مما سواه، وأن تخافه أكثر مما سواه، وأن يكون أرجى لك مما سواه، فتعبده بمعاني الحب والخوف والرجاء وبما شرع على لسانه. قال خلاصة ذلك في كلمتين، خلاصة ذلك في شنو؟ الدين ده كله في كلمتين. يا سلام، شوف الكلمتين دين، أن تقول لله إياك أريد، شنو؟ إياك شنو؟ أريد بما تريد، ده الدين. رأيك شنو؟ إياك أريد، دايرك أنت، لكن ما بمزاجه ومزاج الناس، دايرك بشي دايره مني أنت. والله ده كلام تقيل كويس. إياك أريد بما تريد، أي كلام، كلام تمام. ابن القيم قال الكلمة الأولى إياك أريد توحيد وإخلاص، وبما تريد اتباع وسنة. السلام، كلام جميل خالص. طيب، قال وأما جعل الهروي الأسباب في خلقه وأمره وثوابه وعقابه تلبيسا، قال فتلبيس من النفس عليه وليس عند العارفين بالله ورسوله وأسماء وصفاته. قال ليس ذلك تلبيس، إنما مظهر من مظهر أسمائه وصفاته وحكمته ونعمته وقدرته وعزته. كيف؟ أسمع كلام كويس. ابن القيم يقول الأسباب والوسائط والمعارف والثواب والعقاب والحجج والعلل والأحكام كلها مظهر من مظاهر الأسماء والصفات، فأنت تسمع عن الرزاق والرزاق يقتضي مرزوقا، فهو رزاق
ولأنه رزاق أوجد شنو؟ أوجد خلق وأوجد رزق. والخالق يقتضي مخلوقا، خلق منه، خلق الكائنات اللي قال على الهرو شنو؟ تلبيس. خلق الكائنات في البحار وفي الجو وفي الفضاء، جمادات وكائنات، أشياء عجيبة. قال يستلزم ذلك صفة الرحمة والإحسان والحلم والعفو والمغفرة والتجاوز، فكيف يكون ذلك تلبيسا؟ يعني الخالق جو وأخطأ، معناه في شنو؟ في حلم ما عقب طوالي، وفي ستر أخطأوا وما فضحوا وعفى عنهم وغفر لهم. ذلك كله حصل مظهر، هذا مظهر من مظهر أسماء وصفاته، وليس هنالك تلبيس. يا سلام، كلام ابن القيم جميل. خلاصة الكون بجملة ما فيه ليس تلبيس. شوف الكلام بتاع ابن القيم السمح ده، آيات وشواهد وأدلة دالة على قدرة الله تعالى، الكون كله. قال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. عشان كده ربنا قال انظروا. ابن القيم قال ما ممكن يقول لك انظر ويكون تلبس، إنما انظر لتهتدي. طيب، في سؤال جاوب على ابن القيم، قال لماذا خلق خلقا يعصونه؟ أجاب ابن القيم إجابة عجيبة، عارف قال شنو؟ ما خلق الحق سبحانه الخلق لحاجة إليهم، لم يخلق الخلق ليتقوى بهم من ضعف ولا ليعز بهم من ذل، لأنه خالق ولو لم يخلق، ورازق ولو لم شنو يرزق، ولكنه رزق فظهر للناس مظهر من مظاهر اسمه وصفته، وأخطأوا وعصوا فظهر مظهر من مظاهر حلمه وستره وعفوه ومغفرته وتجاوزه. قال ابن القيم، شوف الكلام ده، قال خلق خلقا يعصونه لتعرف ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه، ليعرفوا كمال مغفرته وعفوه وحلمه وإمهاله. طيب، قام ناقش مسألة مهمة جدا ابن القيم بل عبو، قال أصلا في إشكال، في ناس الدفع الهروي لكده شنو، في ناس بالغوا في إثبات الأسباب حتى تعلقوا بها وعبدوها، ده فيه ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه. مثلا في ناس بيعبدوا النار، اسمهم شنو؟ مجوس. في ناس بيعبدوا الأنبياء، نبي وسيط الله رسله له سبب للهداية يمسكوا فيه أكثر من ربنا. في ناس بيعبدوا الشيوخ، شيخ بيعلمنا الدين ويعلمنا القرآن يتعلقوا به تعلق كان مات يدفنوا في الجامع، قال ليكم ادفنوا في الجامع منه، المقابر واسعة، ادفنوا مع المسلمين يا أخي عشان ترحموا عليه، ويبدو يقصد ويجوه مش عشان يدعو لي، عشان يدعوه، مش بيجي للشيخ يقول اللهم إن كان محسنا، يجي يقول لي الشيخ ضاقت علينا وتقفلت في وشنا ما شوف لنا طريقة. يا زول، هو عنده طريقة؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، ده من الشيخ؟ ده الشيخ؟ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فعلا في ناس تعلق بالوسائط. ابن القيم قال نحن متفقون مع الهروي أن الوسائط وسائط وأن الأسباب أسباب. يا أخوان مش بكلمك، والله في ناس إيمان ضعيف. أنت عارف؟ أنا كنت بستغرب، أقول يا أخوانا زول يمسكك في الله تحاربه، وزول يمسكك في الشيوخ الميتين تمسك فيه ويقول لك أبهاتنا أبهاتنا. يا أخي الناس طيب ما عندهم عقل؟ تبين لي أنه
الإضلال ساهل. أنت عارف مسيلمة الكذاب، مسيلمة ده مش كذاب، بدأ يظهر نبوته قبل رسول الله يموت عليه الصلاة والسلام، ينتقل للرفيق الأعلى. عمل شنو؟ عرض كلامه ده على عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان يا دوب دار يسلم كده كويس، عرض عليه. قام عمرو قال له يا أخي اسمع، محمد ده جاب قرآن سمعنا، أنت قرآنك وينه؟ قام قال له قرآن، القرآن بيقول شنو؟ يا فيل ماله أذنك طويل ما عارف وذنب قصير، لتك كلام زي ده. قال لي عمري كيف أراي شنو؟ عمري قال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. أنت ده في نفسك ده عارف أن الكلام زي ده بخشي راسي، أنت ده الكذاب. أنت عارف مسيلمة ده لما قال يا قومه قال أنا لقيت نبي، أنظر باروا كم؟ 40,000 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تبعوا 40,000. النبوة قريبة يا دوب. مسيلمة الكذاب باروا 40,000 وقاتلوا الصحابة قتال عنيف، قتل من الصحابة 1,000 نفر، 1,000 صحابي ديل أريقت دماء حتى وصلوا مسيلمة وقتلوا في هم حديث في عهد قريبين من النبوة. مسيلمة جاء ألف لهم شعر قال لهم بقيت نبي، الناس مش معه لحد يوم الليلة. في واحد في العزبة قال نبي، قال عنده أتباع داري يخنعوني أنا إنه أباريه. ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عيسى عليه السلام يجي في آخر الزمان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا مش فيه في الناس شنو؟ اللي بيتابعوا. فكلام تلقاه بسيط يا أخي، توحيد وإيمان وشرك، شرك ما لا تشرك مع الله، كلام واضح. تلقاه الناس ده التلبيس بالمناسبة، التلبيس اللي بيقعوا فيه الناس، بيلبسوا عليه الناس من الدجاجلة والمشعوذين وكذا. شوف الكلام ده كيف، الإيمان ده بتاع انك انت ما تتعلق بالاسباب حاجه مهمه. في واحد يحكي لي قال لي زمان كان بيجي بتاع التموين يخبط البيوت، يدوا الناس التموين، بيعمل شنو؟ بيكتب عدد شنو؟ عدد افراد الاسره وشنو؟ الاطفال البقرو الشغالين ورب الاسره منو مش كده؟ وشغال شنو؟ بيكتب الحاجات دي. قال جالي حبوبتي وانا صغير، قال الراي ده شيبه الان شيبة، قال لي خبت الباب حبوبتي مرة قلت له يتفضل يا ولدي وكده. قال لها يا حجة كم عدد أفراد الأسرة؟ نحن ستموين، عددكم كم؟ ورته قلت له 7، كتب 7. قال ليها من هو رب الأسرة؟ قلت له الله، غير الله فيه رب الأسرة الله. قاعد يفهم المسؤول التحدي قال بيجيب لكم الأكل والشراب، دي مرة فهمت إنه الوسائط وسائط والأسباب أسباب. قلت الله يا ولدي، ما ربنا رب الأسر، ربنا ربها أسرتنا، ربها رب العالمين، تاني عندنا بلاه شنو يا ولدي؟ قلت له قال لا لا، بيجيب لكم الأكل والشراب والشغال اللي بياخد مرتب الفاتح دكان. حتى بعدك ورته إنه شغال كده 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 واسمه فلانة فلانة. فبالتالي ابن القيم يرد على الهروي في هذا الباب ويقول له القدرية أرادوا أن يثبتوا الأسباب، أي حاجة قالوا بها سبب، وقالوا ربنا ما قدر للناس حاجة والأسباب هي الفاعلة. ابن القيم قال لا، القدرية فسقهم وبدعهم علماء الإسلام. القدرية هم بيقولوا شنو؟ القدرية بيقولوا شنو؟ يقول لك الزول زنى، زنى براه، قتل، قتل براه، ولحد ما قتل الله ما كان بيعلم. بعد ما قتل في اللحظة قتل فيها الناس عرفوا والله علم معهم، قبل ما يقتل ما كان بيعلم انه بيقتل. ديل العلماء سألوا عنهم ابن عمر الصحابي قال لهم هؤلاء مجوس الأمة. ابن القيم قال نعم القدرية ضالين لأنهم بالغوا في إثبات شنو؟ الأسباب. لكن قال لهم انتم نفيتوا الاسباب، والشرع ان
تأخذ بالأسباب مع عدم الالتفات والتعلق بالأسباب وعدم عبادتها والمبالغة في إثباتها. طيب ابن القيم رد على الهروي رد حاسم، قال له الوحي ده كله والقرآن انظروا وأرض وسماء واعملوا وكده وتزوجوا وأنجبوا وامشوا في مناكبها وكلوا من شنو. قال هل يمكن أن نقول أن الوحي تلبيس؟ وده كان رد ماله قاسم، لأنه لا يقول أحد أن هذا شنو، أن هذا من التلبيس. طيب الدرجة الثانية تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها وعلى الكرامات بكتمانها. قال ابن القيم وكلامه هنا مقبول. ليه؟ التلبيس ده تلبيس العبد على نفسه. ممكن لو الزول لبس على نفسه تقول ده شنو؟ تسميه شنو؟ تلبيس. إذن الكلام ده معناه كالآتي، قال المؤمن يخفي أحواله وأعماله ومقامه مع الله غيرة عليها. أسمع كم ده، زول بيصلي الليل وبيصوم النهار وبيجاهد وبينفق وبيصدق، بيحرص الناس ما يعرفوا الكلام ده، غيرة عليها من الأغيار أن يعدوا عليها ومن اللصوص أن يسرقوها، بخاف على الأعمال الصالحة بيحفظها. قال لي قال حتى لا تشوبها شوائب النفس فتفسد من الرياء والسمعة وحب الظهور والمنصب والمكانة وهكذا. طيب أسا كده قال شنو؟ قال الصادقون يعملون في كتمان المعاني واجتناب الدعاوى. اجد صادق، العالم يقول أنا عالم، والعابد ما بقول شنو؟ أنا عابد. بيعمل شنو؟ بيظهر للناس أمر عادي ويخفي حاله مع الله، تلقاه عنده علاقة مع الله قوية ما بوري الناس، غيرة عليها وغيرة على الأوقات، الأوقات أوقات الطاعة، بيغتنم حتى لا تضيع، يغير على الوقت إنه يضيع في غير طاعة الله. لكن ابن القيم قال شنو؟ قال والكرامات يخفونها. أي زول بيجيوا كرامة من الكرامات، كرامات الأولياء، بيخفي الكرامة، الصالحون يخفونها ما بوري الناس. قال لي قال عشان ما يلبسوا على أتباعه. هنا التلبيس مقبول ولا ما مقبول؟ مقبول ولا ما مقبول؟ ليه؟ لأن التلبيس نسب إلى العبد، مقبول. أما التلبيس الأول ما مقبول، ليه؟ لأنه نسب شنو؟ نسب إلى الله، ما مقبول. بيلبس على أتباعه كيف؟ أتباعه بدل ما يتعلقوا ويرتبطوا بالذي أكرم العبد يتعلق بالعبد فينقطع عن الله. عشان كده الأولياء الخلص، أولياء الله الصالحين، يخفون كراماتهم ولا يخبرون الناس بها. قال ولا يظهرون الكرامة إلا في مقامين، إلا لحاجة أو حجة. إلا شنو؟ لحاجة أو شنو؟ حجة. يعني في حق مزنوقين سألوا الله في الغار، الصخرة مكفولة، دعوا الله الصخرة دي مالها؟ دي كرامة يا أخي، الله أكرمون لأنهم مزنوقين. لكن زول الكبري فيه، في كبري واقف يقول للناس اسمعوا أنا الله أكرمني بمشي على الموية، يقوم يمشي يقطع نلقفل مجلس الوطني بيغادي. أقول له زول أنت مالك اللي بيقطع البلدان شنو؟ ما يبوديك من الخرطوم للمجلس الوطني بالموية شنو؟ يقول لي والله داري أوري الناس. أقول له دي ما كرامة، ده شغل الشياطين، في كبري هاي أقطع بالكبري البوديك مو شنو؟ الكرامة إما لحاجة وإما لشنو؟ لحجة، لإظهار الدين، لنصر الدين، لكن ما لنصرة نفسك، دي ما كرامة، ده بيبقى شغل شياطين، بيبقى استدراج، وده التلبيس. الذكر منه الذكر ابن القيم رحمه الله قال وختم كلامه بشيء عجيب، قال الصالحون في الناس رحمة. لو تلقى ناس صالحين في ناس مفسدين، الصالحون
رحمة للمفسدين من وجهين. الوجه الأول من جالسهم سعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم هم القوم الذين لا يشقى جلسهم. الشيء الثاني وجود صالحين في قوم مفسدين يدل على أن الصالحين سيقومون بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والإرشاد فيهتدي ليس بهم، لأن الهداية من الله، سيهتدي بسببهم آخرون، والسبب موجود وقائم. الثالث قال تلبيس أهل التمكين على العالم ترحما عليهم بملابسة الأسباب وتوسعا على العالم لا على أهل الإيمان، وهذه درجة الأنبياء، ثم هي للأئمة الربانيين الصادرين عن وادي الجمع المشيرين عن عينه. ابن القيم قال ده برضو تلبيس شنيع. ليه؟ اعتبر كون الأنبياء تنزلوا مع الخلق وعملوا بالأسباب اللي بيعملوا بها الخلق نوع تلبيس على الخلق. مثلا هذا الأنبياء تزوجوا، قال تعالى ولقد أرسلنا قبلك من رسلنا وجعلنا لهم أزواجا وذرية أفبالباطل يؤمنون، جعل لهم أزواج. قال دي وسائط الأنبياء اشتغلوا بها هو التبسون، قال ده تلبيس لأنه نوع تعلق بالأسباب، لكن الأنبياء اشتغلوا بها عشان يخففوا على الناس اشتغلوا بها، لو الأنبياء ما اشتغلوا بها كان بتبقى حرام على الناس والناس محتاجين لها. ابن القيم قال لي لا، الأنبياء اشتغلوا بها لأنها عبادة. فرق يا إخواننا ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ فالهذا اللي قال تلبيس أهل التمكين، أهل التمكين دي منه؟ الأنبياء على العالم، العالم معناه الخلق، ترحما عليهم، يعني الأنبياء بتعاطوا الوسائط والأسباب رحمة بالناس بملابسة الأسباب وتوسعا على العالم لا على أهل الإيمان. ابن القيم رد عليه قال لا، الأنبياء بيتعاطوا الأسباب كدين. عشان كده صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي ترك بعيره دون أن يربطه ففر قال له اعقلها وتوكل. طيب قام ابن القيم جاب شعر دافع عن الأنبياء، قال كل الناس في لبس عظيم فجاءوا بالبيان فأذهبوه، وكل الناس في جهل عظيم فجاءوا باليقين فأذهبوه، وكل الناس في كفر عظيم فجاءوا بالرشاد فأبطلوه. وبالتالي يرى أن هذا ليس من التلبيس، قوله لا على أهل الإيمان، الأسباب ما لأهل الإيمان. ابن القيم قال لا، الأسباب لمن؟ من أولى الناس بتعاطي الأسباب؟ من؟ أهل الإيمان. ليه؟ شوف الأثر ده، قال ربنا قال لابن آدم يا ابن آدم كل يريدك لنفسه، أي ذو دارك لشنو؟ جنات دار شنو؟ ياخذ حق مرتك داير تفجرك تكملك، أهلك دارين شنو؟ يشيلوا منك، أي ذول كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لنفسك. ما قال لنفسي، أريدك لمن؟ لنفسك. كيف؟ من عمل صالحا فلنفسه، بدخلوك قال الجنة استفدت أنت، الله ما استفاد منا حاجة. يا سلام، ده كلام جميل. المهم الموضوع ده استمر هكذا خلاصة قولنا. يقول ابن القيم رحمه الله الوقوف مع الأسباب، تتزوج، تشوف لك شغلة، تقرأ، تتوظف، تبحث عن وظيفة، تمشي المسجد، تتعلم، تقرأ كتاب، الوقوف مع الأسباب وتعاطيها هي الواجب شرعا والواقع قدرا. الواجب شنو؟ شرعا، الله أوجب عليك كده. ولما تتزوج بدوك أجر؟ بدوك أجر؟ ولو جبت ولد صالح بينفعك وانت في الآخرة؟ تنتفع به؟ تنتفع به، نعم. ده الأول. اثنين، قف مع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معها
وفارق الأسباب حيث أمرت بمفارقتها. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، أوقدوا النار، جمعوا حطب النار شهرا كاملا، يوميا بيجيبوا يخطوا حطب، يجيبوا يخطوا حطب لحد ما اكتمل كم شهر. لما ولعوا ربط إبراهيم عشان يشيلوا عليه السلام، يرموا في النار ما قدروا يجنبه، فوضعوه في كفة منجنيق. المنجنيق دي حاجة بترمي زي المدفع، ربطوه وخدته في المنجنيق وداسوا المنجنيق كده. المنجنيق ده رمى إبراهيم لأنه ما قدر يجنب النار، وإبراهيم معلق خارج من كفة المنجنيق. وقبل أن يقع في النار عرض عليه جبريل سبب، قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، وكان الله أسرع من جبريل. ده المفارقة. آخر كلام قال ابن القيم، خلاصة ذلك تبقى عبدا ملاحظا للعبودية ناظرا للمعبود. دي خلاصة المسألة. طبعا ده اسمه شنو؟ التلبيس. إن شاء الله يكون ما تلبس عليكم ويكون الأمر اتضح. خلاصة منزلة التلبيس، ابن القيم رد عليه وقال له العبد الصحيح الذي يبقى عبدا لله ملاحظا للعبودية، شايف وعارف واعي هو بيعمل لله شنو، ناظرا إلى المعبود متعلقا به، يتعاطى السبب كسبب. شيخ بيعلمك فقط بيوصلك تمسك في الله، مش تخلي الله وتمسك فيه. تبقى معطيا الأسباب قدرها، تعطيلها خلاف الشرع وتعظيمها خلاف الشرع، والشرع أن تأخذ بالأسباب وأن تتعاطاها دون التعلق والالتفات إليها بقلبك، يبقى قلبك ناظرا إلى معبوده سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة التلبيس من كتاب مدارج السالكين.